واو اقوى تحدي واجمل تحدي واروع تحدي. الان احنا جالسين بنسويه تحدي المنازل، مين هو اقوى واجمل واكبر منزل. يلا ابدو من المنزل تبعي، شوفوا منزلي الاسطوري، هذا المنزل الجميل الرائع جدا جدا. اوه منزل اسطوري والله يا زعرور باللون الاخضر، لوني انا بحب اللون الاخضر يا بابا. اوه نعم منزل فيه كل اشي، مرحاض، غرفة نوم، بلكونة، بقيمه تقييم عادي عادي جدا. هي والله تقييم منزل اسطوري كتير. يلا دور منزلي، يلا دور منزل سوسي. اوه منزل سوسي في سيارة، واو منزل سوسي رهيب جدا. شكرا كتير. مش حلو مش حلو مش حلو، منزلي اقوى منزل بالعالم. لا مش اقوى منزل، وبابا مش منزلك مش حلو. نعم احمد انت منزلك مش حلو. انتو شكلكم ما شفتوه لسه، تعالوا اركبوا معاي السيارة. وينه؟ فجرت المنزل تبعها. هي مشاكل صغير يا بابا. وينه؟ يلا اوه بتركب امك ورا يا زعرور يا مشاكس. يلا بس اليوم بس اليوم. انتو بتستهينوا في قدرات احمد روبلوكس، ولا رح تشوفوا منزل العملاق. إيه احمد فاز احمد فاز. لا ما فاز. شو هذا؟ ولا بام، شوفوا هذا المكان، في مسبح داخلي، في مصعد زي ما انت شايفين، المصعد بيطلعكم الى الاعلى، غرف نوم، جميع انواع الغرف، زرقاء، حمراء، وردية، خضراء، من كل الانواع والاشكال. ايه انا ما بتوقعش انه هذا منزلك. ما بتتوقع انه منزلي يا زعرور؟ تعالوا عندي، انا الان رح اوديكم على التحدي، تحدي بناء اقوى واجمل منزل بالعالم. الان انا رح اوديهم على تحدي البناء، تعالوا معاي. يلا يلا بابا خليني، انا الان مستعد بكامل الاستعداد. والله عجبتني انا القعدة ورا كتير كتير كتير. خلاص طيب انا بجلس قدام. يلا اذا خلينا ننطلق احنا الان. واو واو واخيرا هينا وصلنا لهذا المكان. هذا المكان هو تحدي البناء، وتحدي البناء يعني تحدي الاساطير. بام 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 بام. اوه ممتاز ممتاز. دائما اول ما اجعل هذا المكان انا بجي وبشتري هذا السلاح الاسطوري، بعدين بفتح كمان مرة، بعدين بجعل هذا المكان. اي لافا لافا اي اي. انا اليوم رح اسوي منزل مش مثل اي منزل، اليوم انا رح اسوي منزل، منزل الابطال الخارقين. هذا المنزل قوي جدا جدا. انا رح اسوي منزل ما عمرك بحياتك تتوقع اني انا رح اسويه، وانا كمان انا رح اسوي اشي قوي جدا. اوه طيب ممتاز ممتاز، جهزت انا السلاح الاسطوري. بوم 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 بوم. خليني كمان اشتري السبيد كويل، وكمان الجرافيتي كويل، وكل اشي تحت السيطرة 100%. اليوم مثل ما حكيت لكم رح اسوي منزل الابطال الخارقين، واكيد جميع المتابعين رح يحبوا هاي الفكرة. انا الان رح افرجيكم شو رح اسوي. اولا رح اسوي انا هاي الحركة او لا. واو الواجهة لازم تكون بطل خارق الجميع بيعرفه ومحبوب العالم. الان انا رح افرجيكم مين هذا المحبوب ومين هذا اللي انتو بتعرفوه. خليني اسوي انا زي هيك زي هيك زي هيك. اللي بتوقع بسرعة هو البطل، اللي بتوقع انا مين جالس بسوي يكتب لي تحت بالتعليقات بسرعة كبيرة جدا جدا جدا. خليني اكمل انا زي هيك، اعطيني من هذا اللون هيك منزل رهيب. اجوني اجوني سبيد كويل، وبعدين اعطيني هذا السلاح. بوم 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 بوم. احنا وحوش روبلوكس. لا آي.
يا سلام، فعلت وقضيت عليهم. خليني أنظف المنطقة أنا الآن، بعدين أعطيني من هذا اللون، هاي زي هيك، هاي كمان بلوك بلوكتين، وهاي كمان ثلاثة، وبعديها أنا باخذ الكلر وبسوي زي هيك زي هيك زي هيك. ممتاز ممتاز، رح تستغربوا كثير كثير عن هذا المنزل اللي أنا رح أسوي اليوم، منزل رهيب جدا جدا. يلا زي هيك. بابا قد ما يكون رهيب ما رح يكون أرهب من ما ما منزلي ما ما منزلي. أوهوهو، واثق من نفسك انت يا زعرورة؟ اكيد، من يعني وثقة هو الاقوى. شو بتخبص انت؟ ايه والله بابا انا بحب اخبص. يلا طيب، خليني انا اسوي زي هيك بسرعة بسرعة. اللي بيعرف ايش هاي الشخصية يكتب لي تحت بالتعليقات. بدأت تبين الملامح شوي شوي، فخليني انا الان اخذ من هذا اللون. وين في لون مناسب للفم؟ وين في لون مناسب؟ لا لا، طب هذا ما بقدر، هذا لازمه روبوكس. واذا بدكم نشتري احنا البيتش كيت اكتبوا لي تحت بالتعليقات عشان اشتريه باسرع فترة ممكنة. خليني انا احسوي زي هيك، وبعدين اعطيني الجرافيت كويل. ممتاز ممتاز، هينا سوينا الفم، وبعديها رفعنا كمان طبقة، لازم ارفع كمان طبقة وزي هيك. وكمان دقيقة انا رح احكي لكم شو انا جالس بسويه. لا 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 لا. اوه زعرور بدأ غريب، طلعوا زعرور شو بسوي. اوه كارتون كات، اوه هجموا كارتون كات، جيش كارتون كات. والله هذا يعني هذا الجيش جيش قوي جدا، لكن مش علي قوي. يلا انا لازم احط الان 5، 1 2 3، هاي 4 وهاي 5، وبعديها انا لازم اني اخذ الكلر اللي هو الازرق. هاي 1 هاي 2، ممتاز. وبعديها هاي 1 2، هاي 1 هاي 2، وكمان هاي 1 هاي 2، رائع جدا جدا. الان انا لازم اني اكمل هذا الاشي الاسطوري اللي انتو الان كمان دقيقتين رح تعرفوها. بابا شو بتسوي يا بابا الان يا زعرور؟ ما عرفت لحد الان، خليني افكر 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 افكر. لا بابا ما عرفت. زعرور هذا بطل خارق من الابطال الخارقين القويين جدا جدا. انا شكلي عرفت، احكي احكي اشوف. احمد البطل. اوه نعم، انا ببني وجه احمد البطل اللي رح يطلع لكم بهاي الشاشة بعد 1 2 3. بوم، هذا هو احمد البطل المعروف الذي لا يعرف، واللي عندي انا يعني له قناة على اليوتيوب فيها اكثر من 500,000 مشترك. اذا اللي ما يعني اللي ما بيعرفه يروح يشوف القناة، اسطورية هاي القناة، ويشترك فيها. والله بابا إن منزل خرافي. نعم يا زعرور منزل رهيب جدا. خليني أنا الآن أكمل، أعطيني من هذا اللون، لون بشرة أحمد البطل. وبعديها لازم إني أطلع أنا في هذا المكان زي هيك. وبعديها أوه يلا يلا يلا، لازم إني أنا أسوي بسرعة، أنا بطيء بطيء. بابا إذا هيك بطيء كيف لو تكون يعني أنت سريع بتخلص المبنى كلياته بدقيقة؟ نعم نعم يا زعرور، فاعطيني انا هذا الالوان، هاي 1 هاي 2 هاي 1 هاي 2، وبعديها اعطيني اللون الازرق فاتح، هاي 1 هاي 2 هاي 1 هاي 2. بدات تبين ملامح احمد البطل شوي شوي. خليني احط الحاجب تبع احمد البطل، ممتاز ممتاز. وبعديها لازم اكمل. هاي اوه وصل المعلم بلدي. اوه اهرب 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 اهرب. تعال تعال، 5 ضرب 5، 5 ضرب 5 25، صح. ما بقدر اقتله، لازم نجاوب خطأ. طيب 9 ضرب 9، 9 ضرب 9، 81، صح. هي شو بدك مني يا زعرور؟ 5 ضرب 5، 10، خطأ. تعال والله لكسر راسك. اي قتلوا زعرور، انا لازم اقتلهم كلياتهم. بالدي راح تموت يا بالدي، انت واصدقائك. انا جالس بسوي منزل الابطال الخارقين
أقوى منزل بهذا العالم. هيني جالس خلاص هيهم بعدوا عني، فقط علي أني أحط أنا الجرافيت كويل. ممتاز ممتاز ممتاز، خليني أكمل أنا بشرة أحمد البطل شوي شوي. زي هيك زي هيك زي هيك، وبعديها أنا لازم أسوي هاي الحركة، أسوي هاي. أوه يا سلام ما أجمل هذا المنزل، رح يكون منزل من أروع ما يكون. والآن أنا لازم أني أحط يعني الأحجار الكريمة اللي موجودة بمنتصف رأسه، اللي ما بيعرفها هاي أحجار كريمة من أقوى الأحجار في هذا العالم. خليني أنا أسوي زي هيك، ممتاز ممتاز. بعدها بلوك بلوكتين، اللي بدي يسوي مثل هيك دي يقلدني، اللي بدي يسوي وجه أحمد البطل فقط لازم إنه يقلدني. والله يا بابا أنت جالس بتسوي إشي ما عمر حدا بالعالم، أنا متأكد 1000% ما حدا بالعالم سوى. أكيد أنا بحب إني أكون يا زعرور يعني بسوي أشياء جديدة، عرفت كيف؟ والله يا بابا أنت بطل أسطوري. نعم يلا فقط علي إني أكمل، خليني أكمل كمل كمل. ممتاز، الآن أنا لازم إني أحط درع الأيرون مثل هيك، لازم بس أضبطه. رائع 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 رائع، ممتاز. وبعديها تورنيدو 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 تورنيدو، وو فاير تورنيدو. أحمد طلع ولع ولع المبنى الخاص فيي. أوه لازم أهرب لازم أهرب لازم أهرب. إيه بابا 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 إجي عندي يا ماما. ماما والله أنا خايف. لا تخاف يا زعرور طالما أنت موجود مع أحمد البطل. لازم ارجع انا اسوي حركة جديدة، خليني اطلع انا هون زي هيك. الان بقدر اطلع ولا لا؟ الان راح اجرب. يلا شكلي لازم اني اسوي الحركة. اي واحد اي اثنين اعطيني جرافيت كويل كمان مرة. هاي هي زي ما قلت لكم، هاي هي. يلا انا خليني اخذ من هذا البلوكات المختلفة شوية عن المكان الثاني، وهيك بقدر احكي لكم اني انتهيت من بناء اول جدار من هذا المنزل، من منزل الابطال الخارقين. ووووو هاي هذا هو وجه أحمد البطل بطل الأبطال. يا السلام ما أجمله. يلا الآن شو رأيكو إن نسوي وجه واحد محبوب الجميع بيحبه وما في حدا ما بيعرفه، واللي هو سبايدر مان. نعم سبايدر مان، الآن رح أسوي أنا وجه سبايدر مان. فقط علي أنا الآن إني أسوي هاي الحركة. كم من بلوكة؟ هاي بلوكة بلوكتين، هاي ثلاثة، هاي أربعة، هاي خمسة، وفقط علي إني أبني جدار تسونامي. بابا تسونامي. أوه أخذني معاه التسونامي والله يا زعرورة. يلا خليني أكمل بعدي هاي خمس بلوكات. لازم ان اشيل هاي. رهيب رهيب رهيب. يلا كمل 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 يا احمد روبلوكس. لا تنسوا انتوا يا متابعين الاساطير تكتبوا تقييمكو تحت بالتعليقات على افضل منزل، منزلي انا ام منزل سوسي ام منزل زعرور. الان انا لازم ان اكمل الوجه الثاني من هذا المنزل. واحد اثنين ثلاثة اربعة، هاي خمسة ستة سبعة ثمانية، لازم كمان ثمانية. واحد اثنين ثلاثة أربعة، واحد اثنين ثلاثة أربعة. ممتاز ممتاز ممتاز. يلا يلا سوي هذا الجدار، شوفوا مصرعني في بناء هذا الجدار. واحد اثنين ثلاثة. واو واو زي ما انت شايفين هيني انا مش بس بنيت جدار، بنيت تقريبا كل وجه سبايدر مان الرجل العنكبوت. يلا زي هيك زي هيك زي هيك زي هيك زي هيك زي هيك. ممتاز ممتاز ممتاز. انا الان هيني بكون بقدر اني اسوي هذا الفيس كلياته. امونغاس 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 بوم 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 امونغاس
هسه راح ادمر لكم اياهم تدمير. لكن استنوا شوي، ليش هذول ما بتدمجوا نهائيا نهائيا؟ خليني انزل عندهم. زيكم ربا 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 يا منقص. لا اندمت اني نزلت عندهم هذول الاغبياء. فعلي انا الان فقط اني امسك هذا السلاح واطلق اطلق 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 اطلق. هيني جالس بقتلهم واحد تلو اخر. بوم، رجعت وانتقمت. هيني ضربته وكسرت الكراسه. يلا الان انا رح اسوي هذه الحركه. هاي الحركه جميع المتابعين بحبوها كثير كثير، واللي هي التصوير الثلاثي محبوب الجماهير. ياي يلا رح يبدا التصوير الثلاثي، تصوير من عند جهه سوسي وجهه زعرور وجهتي انا. رح يبدا بعد واحد اثنان ثلاث. بوم، شوفوا شو جالس انا بسوي. شو بدي دب دب دب؟ ايش بتسوي؟ سر 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 يا بابا. اوه، اللي بيعرف شو بسوي زعرور يكتب لنا تحت التعليقات، واللي بيعرف شو اللي بتسوي سوسي برضه كمان يكتب لنا تحت التعليقات. شو بدي دب 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 يا بابا؟ شو بدي دب 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 دب؟ ايش بتغني انت؟ هاي اغنيه شو بدي دب يا بابا؟ رح تعرف انا ليش بغني هاي الاغنيه. طيب رح اعرف انا ليش انت بتغني هاي الاغنيه مع مرور الوقت. زي هيك بقدر افرجيكوا اني بنيت الوجه رقم 2 من منزلي الاسطوري، منزل احمد البطل والابطال الخارقين. فقط علي ان الان اني ابني لكم الوجه الثالث. شو بتتوقعوا؟ الان انا راح افرجيكوا. زي هيك زي هيك زي هيك، بسرعه 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 بسرعه. هذا المنزل راح تعرفوه بسرعه. هذا الوجه. رجال الطاعون، رجال الطاعون جالسين بلحقوني. رجال الطاعون تعالون تعالون. لا 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 لا، خذوها يا اشرار. سوسي راح تموت كمان من رجال الطاعون. خليني انا اطلع سلاحي. انا راح اموت كمان مره. لا انا ما بموت ما بموت. كلوا موتوا موتوا موتوا، كلكم كلكم موتوا. قتلتهم جميعهم عشان يتعلموا مره اخرى ما يتحدوني. ايش تبدي ضب مرحض مر 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 مرحض. يلا الان انا لازم اعد 1 2 3 4 5 6. هاي 7 طبقات لازم اني اسوي. هاي 3 هاي 4 هاي 5 هاي 6 هاي 7. ممتاز ممتاز. راح اجرب انا اسوي الجدار هذا بشكل سريع جدا 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 زي ما انت شايفين. شوفوا انا شي جالسه بسوي. انا هي سوسي 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 روبلوكس. سوسي لحد الان مش معروف هي شو جالسة بتسوي. انا جالسة بسوي اشي كتير كتير لطيف وحلو حلو حلو. طيب ماشي، رح نعرف ايش هذا اللي انت جالسة بتبني فيه مع مرور الوقت. اكيد 100%. خليني انا الان احط العيون. هاي 1 هاي 2. بعديها لازم اني احط انا العيون الثانيه. استنوا شوي، هذه خطا لازم اشيلها هاي ولازم اشيلها هاي على ما اتوقع. ممتاز ممتاز. اعطيني اللون الابيض كمان مره. هاي 1 2 3 هاي 4. رائع جدا جدا مع اللون الكحلي. هاي 1 2 3 4 1 2 3 4 رهيب جدا. بعدين اللون الاسود الحواجب، انتو ما رح تعرفوا هذا السكن ابدا ابدا الا لما انا احط بلوك واحد او تلت بلوكات رح تعرفوا انا عن ايش بحكي. شو هذولا هذول الوحوش؟ ايش اسمهم؟ اكتبوا لي تحت بالتعليقات اذا انتو بتعرفوا هذول الوحوش شو بتسموا او شو اسمهم. والله بابا انا ما بعرف. بسرعة بسرعة بسرعة، اللي بيعرف يكتب تحت بالتعليقات، واللي يعني عجبه السوسي سوسي سوسي سوسي، وكمان قيمونا تحت بالتعليقات المنازل اللي احنا بنسويها. يا سلام يا سلام، والله غريب غريب هذا المكان. مرحاض اكيد يا بابا. واو
واو عرفت شو بتسوي انت مرحاضش تبدي دب. نعم درش تبدي دب 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 يس يس شتبدي دب لو دي دي شتبدي دب 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 يس يس شتبدي دب لو دي دي امون امان باستن هبوري بوري باستن. والله انه مشاك الصغير هذا هذا زعرور مشاك الصغير. يلا خلينا احط انا سبيد كويل وبعدين اقفز قفزة عالية جدا 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 وبعدين اكمل بشرته هذا اللي اسمه إيه ما راح احكي اسمه ما راح احكي اسمه. بابا انت ايش هذا الوجه الثالث انا مش عارف. ولا حدا عارف يا زعرورة. الان انا لما انتهي من هذا المبنى من هذا الوجه راح احكي للجميع انا مين جالس بسوي. الان شعر لون اسود هاي واحد هاي اثنين هاي ثلاثة وبعدين بلوكات 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 اي سقط. فعلي انا اسوي زي هيك جرافيت كول واصعاده. والان انا رح يرجع المنظور لدي بعد واحد اثنين ثلاث بوم زي هيك. اوه هاي الرأس اوه الرأس المرحاض سكبدي دب وسوسي جالسة بتسوي اشي قوي شكلها كثير كثير. اكيد اكيد يا احمد طبعا اشي قوي اشي ما في حد بيعرف عنه انا. جميل جميل ورائع. خليني اكمل. طلعوا الناس مستغربين على هذا الاشي اللي انا بسويه. راس صفارة راس صفارة انا على رأس احمد البطل. بتخافوا منه؟ اي انزل من رأس احمد البطل عشان اقدر اقتلك. انزل. ما رح انزل ما رح انزل انا موجود هنا. بابا هاي نفجر. بتعدوا 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 بتعدوا. استنوا شوي بدي اشتري انا صاروخ. هذا الصاروخ لازم اشتري انا الان. وين 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 ابو الالف روكيت لانشر اقوى صاروخ عرفته البشرية. بوم فجرت لك رؤوسهم تفجير. يلا 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 مثل هيك مثل هيك لازم اعرف وين الطبقة هاي. واحد اثنين ثلاث اعطيني اللون الاسود. اوه لازم ابعد انا شوي. هاي اللون الاسود واحد هاي اثنين على ما اتوقع هاي اربعة لا واحد اثنين ثلاث زي هيك. هذا اللي انا جالس بسويه هو سوبرمان الرجل الخارق. سوبرمان وسبايدرمان واحمد البطل يا بابا. طيب اللي بعده مين؟ الان رح تعرف يا زعرور اللي بعده مين. فقط اخر طبقتين اخر طبقتين حط 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 حط, حط, حط. مثل هيك طبقات طبقات طبقات. جميل 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 رائع. هيني بقدر احكي لكم انه سويت سوبرمان. فقط ضايل بس تعديل بسيط جدا 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 واللي هو الفم. اعطيني الاي وبعدين هاي واحد اثنين وهي واحد اثنين ثلاثة هاي اربعة. ممتاز ممتاز. بعدين اعطيني هذا اللون هذا واحد اثنين ثلاثة اربعة. طلعوا هاي الفتاة عجبتها عجبتها يعني هذا المنظر. يلا عجبتها هذا المبنى الاسطوري مبنى الابطال الخارقين احمد البطل سبايدر مان سوبرمان. لا 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 شتبدي دب 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 يس يس شتبدي ديب 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 شتبدي دب 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 يس يس. يلا الان انا رح احاول اسوي بسرعة بعد ما اقتل هذولا الرجال الطاعون. اي اي اخ والله لا افجر ابوكو. استنوا شوي والله لا افجركو افجر راسكو يا كلاب يا اغبياء زي هيك. ايه ما ماتوا والله اسف والله اسف والله اسف. ساعدني يا ساعديني يا سوس ساعدني يا زعرور. قتلتهم. يلا شوفوا السرعة الان. زي ما انت شايفين يمكن انتوا لا 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 اسف 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 اسف. تعالوا لهون بوم. لا تتحدوني ابتعدوا عني. سفاحين سفاحين معهم سكاكين بدهم يقتلوني هذول لكن ما بيعرفوا مع مين بيلعبوا. بيلعبوا مع احمد روبلوكس ملك ملوك القوى. يلا خليني انا اخذ الكرافتي كويلة. على الاغلب بدأتوا تعرفوا مين هاي الشخصية اللي
انا جالس بسوي له وجهه الخاص عشان هاي شخصية معروفة لدى الجميع ومحبوبة الجميع. هذا هو الشخص اللي هو ذا هولك الرجل الاخضر. بتسوي الرجل الاخضر انا بحبه يا بابا. الجميع بحبه يا زعرور مش بس انت يا زعرورة. والله بحبه كتير كتير الرجل الاخضر. يلا اقتربنا ان ننتهي جميعنا من هذا التحدي الاقوى من اقوى تحدي بالعالم. رح نشوف يعني مجسم سوسي ومجسم زعرور وكمان رح افرجيهم انا المجسم الخاص فيي. هذا هو هالك، هذا هو سوبرمان، هذا هو احمد البطل زي ما انت شايفين، وهذا هو سبايدر مان الرجل العنكبوت. اعطيني هذا الاخضر. ممتاز ممتاز ممتاز. يلا 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 بسرعة 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 يا احمد روبلوكس، كثير اخذ منا وقت. لو تعرفوا كمية المدى الوقت اللي اخذ منا هذا البناء لا تنشروا هذا الفيديو لكل اصدقائكم اللي بتعرفوهم، وحتى اللي ما بتعرفوهم رح تنشروا هذا المقطع عشان تعرفوا كمية التعب اللي تعبها زعرور واللي تعبتها سوسي واللي تعبتها انا. والان فقط علينا ان نسوي هاي الارض هاي السقفية هذا الاسطوح زي ما انت شايفين. سريع 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 رهيب رهيب زي ما انت شايفين. خايف اني اسقط لكن عادي، اذا سقط معاي الجرافيت كويل اللي بترجعني هون باقل من عام 5 ثواني. يلا فقط لا اعطيني الاكس زي هيك، اعطيني اللون الابيض زي هيك ممتاز. وبعدين لازم اني انا اجي على هذا المكان، اعطيني الاكس كمان مرة. اوه والله شكله زي ما حكيت لكم، فقط علي اني اسوي زي هيك، اخذ هاي بعدين جرافيت كويل بنط هون وبنط هون وباخذ هاي الاكس وباخذ هاي الاكس مثل هيك، اعطيني اللون الابيض. جميل جميل جدا 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 جدا. بابا انا انتهيت، احمد انا انتهيت، سوسي وزعرور 5 ثواني وبقدر احكي لكم انا انتهيت كمان. يلا 5 4 3 2 1 مثل ما انت شايفين ترارارا انتهيت من هذا المبنى من هذا المجسم اقوى مجسم في العالم. يلا اجتماع بالداخل يعني في الوسط بسرعة بسرعة بسرعة. زعرور سوسي يلا هيني انا جاي. زي ما انت شايفين الان رح نروح عند احنا على مجسم زعرور ورح نشوف المبنى اللي هو سواه. يلا خلينا نشوف. طلع بابا هذا هو سكيبيدي تواليت، مجسم سكيبيدي دب دب يس يس. اوه والله مجسم جميل، وهي كمان مسوي سيفون، والله رهيب جدا جدا يا زعرور. بقيمه انا 10 من 10 وانا كمان بقيمه 10 من 10. اوه اذا زعرور اخذ 100% بالامتحان وبالاختبار. يلا دور ماما. يلا خلينا الان احنا نروح عند سوسي ونشوف المجسم تبعها. هاي هي انا، شوف كيف مجسمي. واو والله مجسمه. اوه جرافيت كوين. هي 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 سوسي ضعي. اوه طلع بطل عندي رجلين. اخ يلا عادي عادي ما في اي مشكلة. اوه ما بدي هاي تصيبني. خلينا نرجع احنا هون، اعطيني السبيد كويل. مجسم سوسي كمان انا بعطيه 10 من 10 وانا كمان بعطيه 10 من 10. انتو قيموا يعني المجسمات الخاصة فينا، قيموا مجسم زعرور، قيموا مجسم سوسي، والان مجسمي هذا المجسم الخاص فيي. واو هذا احمد البطل. نعم. ايه وهذا مين؟ ها خلينا اشوف. ايه سوبرمان. نعم وهذا هو هالك الاخضر البطل الاسطوري، وهذا هو سبايدر مان الرجل العنكبوت. بقيمه 200 من 10، انا بقيمه 1000 من 10. شكرا لكم كثير كثير، وهيك تقيمنا منازل بعض ومجسمات بعض. لا تنسوا انتم تقيمونا المجسمات الخاصه فينا، مجسم سوسي، مجسمي، مجسم زعرور، وعائله احمد روبلوكس في كل مكان وزمان.